السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ مع بعض النهاردة محاضرة بنتكلم فيها عن الكومبوزيت ماتيريال. هنا الأوتلاينز عن المحاضرة، هنشرح إيه هي الكومبوزيت ماتيريال، هنشرح أهم الخصائص والمميزات والعيوب بتاعتها واستخداماتها إيه هي وبتتكون من إيه وأنواع الكومبوزيت ماتيريال إيه هي. بالبداية أحب إن إحنا نوضح إيه هي أصلاً الكومبوزيت ماتيريال. الكومبوزيت ماتيريال هي عبارة عن إن أنا بشكل معدنين أو ثلاثة مع بعض ينتج عنهم مركب جديد اسمه كومبوزيت ماتيريال أو سبيكة، بتكون الخصائص بتاعتها أعلى في الجودة وفي القدرة من لو استخدمت المعدن في صورته التقليدية العادية. طب إيه اللي بيخليني ألجأ إن أنا أعمل كومبوزيت ماتيريال تاني؟ معظم الهياكل الحديثة اللي بتكون بنصنعها دلوقتي بتحتاج إلى ماتيريال بقدرة عالية لها خصائص أعلى من المواد التقليدية من المعادن التقليدية لو استخدمتها في صورتها الطبيعية بتاعتها. لذلك احنا بنلجأ اننا نصنع الكومبوزيت ماتيريال ونعمل منها السبائك باشكال مختلفة نقدر نستخدمها في التطبيقات الحديثة اللي موجودة دلوقتي وهنشوف منها امثلة. دي بتوضح لي الاشكال للكومبوزيت ماتيريال. انا عندي في البداية خالص لو انا الميتالز منها الستيل، الكاست ايرن، الالومنيوم الوي، دي سبائك المعادن. عندي سبائك النحاس، سبائك النيكل، سبائك التيتانيوم، دي كلها سبائك بمعنى ان انا بستخدم معدن وبس بيدخل معاه معدن اخر او معدنين تانيين بستخدمهم بحيث ان انا بصنعهم مع بعض عشان يطلع لي سبيكه اقدر استغلها واستفيد بالخصائص بتاعتها. عندي انواع تانيه للكومبوزيت ماتيريال، عندي بوليمرز، عندي فومز، عندي سيراميك، كل دي اشكال للكومبوزيت ماتيريال هنحتاجها وهنستخدمها في التكنولوجيا الحديثه. طيب ايه هي اهم مميزات الكومبوزيت ماتيريال؟ طبعا عندي نقاط انا وضحتها لك في نقاط، الكثافه بتاعتها قليله، الوزن بتاعها خفيف، عندي قدره صلابه عاليه وقوه وصلابه، عندي قدرة على التحمل، بتتحمل الصدمات، بتتحمل درجات الحرارة العالية، عندها يعني قابلية لعدم الكسر، عندها قدرة انها تقاوم الكسر، بتقاوم الصدأ، بتقاوم درجات الحرارة، بتقاوم النار، عندي قدرة لها قدرة للتشكيل، اقدر اشكلها واستخدمها في صور كتير. ايه هي العيوب بتاعت الكومبوزيت ماتيريال؟ يصعب اصلاحها. دلوقتي انا عندي سبيكه صعب ان انا اصلحها، صعب ان انا اصلح العيوب اللي بيحصل فيها، عاده بتكون غاليه ومكلفه، التصنيع بتاعها مش بيكون بصوره سهله، انا محتاج طرق مختلفه علشان اصنعها، يعني دي الديس ادفانتج بتاعه الكومبوزيت ماتيريال. امثله هنا بيوضح لي انا بستخدم الكومبوزيت ماتيريال في ايه. انا بستخدمها دلوقتي في صناعه الطيارات، بستخدمها في البوت، بستخدمها في القطارات السريعه، بستخدمها هنا في مواسير الميه بحيث ان انا ما يحصلش اي ما استخدمش معدن ممكن يحصل فيه تاكل او تسريب، بستخدمها في الناقلات او في العربيات. دي امثله طبعا نماذج لاستخدامات الكومبوزيت ماتيريال. طيب بتتكون من ايه الكومبوزيت ماتيريال؟ الكومبوزيت ماتيريال عندي بيتم تشكيلها على مرحلتين، خلال مرحلة تو فيسز. المرحلة الأولانية بتتشكل عندي في صورة ماتريكس. الماتريكس بتكون زي معدن ومعاه سيراميك، بوليمرز. ليه بعمل كده؟ أنا بستخدم الحاجات دي طبعا وهنوضح هنستخدمها ازاي دلوقتي. الفيز الثاني عندي اللي هو التدعيم، الدعامة، الدعم بتاعي اللي بنقولها ايه، شوفوا انتوا هترجموها ازاي. ده بيكون في صورة ايه؟ المرحلة الثانية بتاعتي ان انا بيكون عندي فايبر او عندي جزيئات او عندي رقائق. دي الصورة الثانية ليها. الرسم اللي قدامي هنا هيوضح لي الثلاث انواع اللي عندي. دي صورة للفايبر، اكيد شفتوا الفايبر. هنا صورة للبارتيكلز، هنا صورة للرقائق الصغيرة. طبعا دي هتزود لي، بتكون افضل في التنسايل سترينس، هتكون الستيفنس بتاعها عالي، امباكت ريزيستنس عالي تو ذا ماتيريالز.
طيب مرحلة التصنيع بتاعتي للكومبوزيت ماتيريال هتتم على بيكون بداية التشكيل بتاعي بالمنظر ده. ادي شكل السبيكة بتاعتي هنا وهنا. طيب ايه الانترفيس وايه الانترفيسز؟ دلوقتي بيحصل هنا، احنا قلنا ان بيتم عندي تو فيسز، تصنيع الكومبوزيت ماتيريال من خلال تو فيسز. طيب الانترفيس بتاعي الاولاني هو السطح، الوجه ما بين الوجه الداخلي، حرف الدايره ده ما بين البرايمري اند سكندري فيز، ده في الكومبوزيت ماتيريال. طيب الانترفيسز ده، الطور البيئي ده بيمثل ايه؟ بيمثل الدايره، الحلقه الصغيره اللي جوه دي، ده في تشكيل الكومبوزيت ماتيريال. دي بتمثل عندي ان انا اقدر اقول انها بتربط ما بين المرحلة الأولى والثانية وتعتبر مادة لاصقة. يبقى هنا إضافة الطور البيئي في المنطقة دي موجود هنا ما بين في تصنيع الكومبوزيت ماتيريال، يعد مكون ثالث تحقيق الترابط بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، البرايمري أند سكندري فيسز اللي إحنا لسه قايلينهم. وده بيسبب بيعتبر مادة لاصقة، بيسبب بيعمل تماسك أكتر في الكومبوزيت ماتيريال بتاعته. طيب ايه هي انواع الكومبوزيت ماتيريال؟ انا في عندي الميتال وعندي السيراميك، احنا قلناها في الرسم اللي ورا، ولكن هنا بقى هنبدا ندخل فيها بالتفصيل مع كل نوع منهم بالتفصيل. وعندي البوليمر. الميتال ده اكتر نوع هنلاقيه موجود معانا في الطبيعه طول ما احنا ماشيين. دي عباره عن ماتريكس، طبعا ده الاختصار بتاعها، الميتال ماتريكس كومبوزيت، الام ام سي اس. هي عباره عن ماتريكس بيدخل فيها، بيكون في احد عناصرها معدن من المعادن ويضاف اليه سيراميك، زي عندي تيتانيوم مع سيليكون، وبيكونوا الاثنين في صوره بودر، بضيف مع بيدخل مع المعدن ده بودر وادمجهم مع بعض لحد ما يطلع لي الماتريكس الكومبوزيت ماتيريال ده في صوره الماتريكس. السيراميك ماتريكس كومبوزيت ماتيريال ده النوع الثاني، دي بتتكون من سبائك، عندي زي سبائك الألمونيوم مع السيليكون وتندمج معاها الفايبر الألياف. البوليمر ماتريكس كومبوزيت ماتيريال البي ام سي اس هي عبارة عن ماتريكس بيدخل فيها رقائق من الفايبر، رقائق من الألياف بتدخل مع الميتال اللي موجود معايا، دي بنسميها البوليمر. أكيد هندخل في شرح الحاجات دي بالتفصيل أكتر، ولكن ده بس تعريف مقارنة ما بينهم هما التلاتة عشان أكون فاهم أنا بتكلم إيه. هنبدأ بالنوع الأولاني اللي هو الميتال ماتريكس كومبوزيت ماتيريال. الميتال ماتريكس دي بتتكون زي ما قلنا، بيكون عندي على الأقل معدن واحد موجود فيها. One matrix being a metal. وبيدخل معاه، ممكن يدخل معاه معدن تاني، ممكن يدخل معاه سيراميك. may be a different metal or another material. يعني هدخل معاه معدن آخر أو material تانية، بودر زي السيراميك أو الأورجانيك كومباوند، يعني اللي هي المكونات العضوية. أنا هنا هعمل مقارنة، ايه بقى الماتريكس دي هتعود عليا بايه؟ الماتريكس ماتيريال دي هتفرق ايه المميزات الزياده اللي فيها او الخصائص بتاعتها الزياده عن الكومبوزيت ماتيريال، الامتيازات اللي احنا قلناها الكومبوزيت ماتيريال. طبعا عندها قدره عاليه لتوصيل الكهرباء، قدره لتوصيل درجات الحراره، مقاومه للتاكل، تكلفه اقل. عندي قدره على هنقول انها فيها درجه من المرونه، اقدر اشكلها بسهوله. هنا التطبيقات بتاعتي اللي انا بستخدم فيها الميتال ماتريكس كومبوزيت ماتيريال، بستخدمها عندي في الموتور مواتير السيارات، بستخدمها في الفرامل، بستخدمها في صناعه الايروسبيس كومبوننت. الايروسبيس يعني الحاجات اللي هنستخدمها في الفضاء زي الاقمار الصناعيه، زي الاسلحه، وهستخدمها في البحر وفي الرياضه. دي طبعا امثله، وهنا تكمله الامثله بتاعتي اللي انا بستخدم فيها
الميتال ماتريكس كومبوزيت ماتيريال، وهنا برضو أمثلة الابليكيشنز اللي بستخدمها فيها. الميتال ماتريكس كومبوزيت ماتيريال احنا ستيل بنشرح دي النهارده. البرنسيبال ماتريكس ماتيريال الام ام سي اس من اشهر المعادن اللي بنستخدمها فيها الالومنيوم او المغنيسيوم او التيتانيوم. وهتلاقي زي ما انا قلت في الاول عندي سبائك الومنيوم، عندي سبائك سبيكات فيها مغنيسيوم او تيتانيوم، وفي كمان النحاس. طيب ايه هي اهم المميزات عندي ان انا استخدم سبيكه من الالومنيوم؟ طبعا سبيكه من الالومنيوم الومنيوم ماتريكس كومبوزيت اللي هي الاي ام سي اس، الاختصار بتاعي بيكون الحرف الاولاني من كل كلمه منها. طيب طبعا عندي قوه صلابه، عندي مقاومه للكسر وللتاكل، عندي كثافه قليله، عندي مقاومه للصدا، موصل جيد للحراره، عندي ايه تاني؟ عندي قدرة على التشكيل وأقدر أستخدمها في أشكال كتيرة. ده مميزات استخدام اللي هي سبائك الألومنيوم. الرسمة اللي قدامي دي بتوضح لي شكل السبيكة بتاعة الألومنيوم زي ما احنا موضحين هنا كده. ده هيكون شكل سبيكة الألومنيوم. وهنا لو أنا عندي سيليكون، لو أنا دخلت النقط السوداء اللي موجودة عندي دي، لو أنا دخلت سيليكون كاربايد مع الألومنيوم، فهيكون الرسمه اللي قدامي دي شكل كومبوزيت ماتيريال، ميتال ماتريكس كومبوزيت ماتيريال لمعدن الالومنيوم اللي هو باللون الفاتح ده، والاسود ده اللي هو السيليكون كاربايد. هيكون السبيكه بتاعتي بالمنظر ده. هنبقى طبعا دي الصوره دي من تحت الميكروسكوب. لها مميزات اعلى كتير، هنقدر نستخدمها ونشكلها ونصنع منها حاجات كتير اعلى، يكون قدرتها اعلى من لو استخدمت الالومنيوم لوحدها. شكرا.